السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد. والفيديو السابق تكلمنا فيه عن مميزات غير معروفة وتفيد المستخدم العادي بالإكسبيريا إكزي، واليوم بنتكلم عن خصائص مميزات الكاميرا في هاتف سوني إكسبيريا إكزي مثل ما طلبته بالفيديو السابق. بداية لازم أذكر أني وضحت إن كاميرا الإكسبيريا إكزي اللي هي بدقة 23 ميجا بكسل جيدة، ولكن تتطلب تحكم يدوي بالكاميرا مو الوضع التلقائي أو الافتراضي، لأنك لو تستخدمها بالوضع التلقائي بتشوف أنها عادية. أول ميزة أنك تقدر توصل بشكل سريع للكاميرا، وهذه ما راح تعرف فايدتها إلا إذا جربتها، لأنك مجرد ما تضغط زر الكاميرا بتفتح لك وتصور خلال أقل من ثانية. متخيلين ترى بأقل من ثانية بتفتح الكاميرا وتصور، وبكذا نقدر نقول ما راح تفوت اللقطات اللي ممكن تشوفها سواء كنت مسافر أو حتى بحياتك اليومية. وكذلك عندنا ميزة الفوكس السريع وتتبع الفوكس، وهذه ميزة رهيبة خاصة بتصوير الفيديو، بحيث انك تحدد على الجسم اللي تبي تصوره وتضمن انه ما راح يكون فيه اي تشويش، وبيكون هالجسم واضح، وتنفع هالميزة للتصوير الرياضي بالدرجة الاولى. وهنا بيكون الفضل حساس الليزر الموجود بالكاميرا، واللي بيضمن لك صور واضحة حتى بالإضاءة المنخفضة، وطبعا تقدر تصور صور فوتوغرافية وأنت جالس تصور فيديو. والكاميرا بتعطيك ألوان حقيقية وقريبة للواقع حتى بالوضع التلقائي. والفكرة هنا أن عندنا حساس الـ RGBCIR أنه بيحلل لك الضوء، وبيحاول يعطيك وايت بالانس ونتائج مثل اللي تشوفها بالحقيقة تماما، وفعلا هالشيء ملاحظ بالصور، خاصة انه بفيدك لالتقاط الصور تحت اشعة الشمس او بالاماكن الداخلية ما راح تنزعج من هالناحية. وما ننسى انك تقدر تتحكم بالفوكس بشكل يدوي، وبكذا بتحصل على صور معزولة واحترافية، واغلبنا طبعا يحب هالميزة بالكاميرات اللي هي ميزة العزل. والتحكم اليدوي يسمح لك كذلك تتحكم بسرعة الشتر والتعريض والوايت بالانس والفوكس وكل خيارات الكاميرا. وهنا ممكن عاد تبدع باللقطات مثل طريقة هنا بالرسم بالضوء أو تصوير خطوط السيارات وغيرها من الأمثلة اللي ممكن تسويها عاد أنت وفنك وإبداعك. الكاميرا الأمامية اللي بدقة 13 ميجا بكسل واللي كانت رهيبة بجد، خاصة مع الزاوية العريضة، وهذه بعض النتائج من تصويرها، خاصة إني حبيتها بالإضاءة المنخفضة وكانت تعطي نتائج حلوة. ومن أهم المميزات تصوير الفيديو بالإكسبيريا إكزي هي تقنية ستادي شوت واللي بتمنع الاهتزاز. وهنا نذكر إن التقنية الجديدة بالكاميرات هي ميزة الثبات خماسي المحاور، وهالحاجة بتكون واضحة لما تصور فيديو وتتحرك وتقارنها مع هواتف ثانية. وأخيرا ما ننسى إن الهاتف يتيح لك ميزة التصوير بدقة 4K، مع إني شخصيا أفضل التصوير بالفول HD خاصة إذا كان التصوير عادي، لأن بالـ4K إذا صورت الوقت طويل بتواجه مشكلة حرارة في الجهاز وبتضطر أنك تكفل تطبيق الكاميرا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هالفيديو، وتقدر ترجع للفيديوهات السابقة الخاصة بالإكسبيريا إكزي حتى تتعرف أكثر على مميزات ومواصفات الهاتف، ونشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.